شد حيلك كلنا له. شد حيلك عقبال اولادك. والله العظيم انا فرحان. اي والله. برافو رجالة، برافو رجالة، اضرب جامد، اضرب جامد، يلا يلا، تدخن، يا اخوانا كلنا محتاجة حاجة، خلاص، بس بس خلاص، والله اطلعك النهاردة، خلاص يا خلاص. هادي انت دي بقى، خد دي، ايوه، ماشي.
خلاص اهو. ايوه بشكل. تفضل حضرتك. لا تفضل تفضل تفضل. يا راجل انا هموتك هموتك هموتك. هما بيتخانقوا ليه؟ الظاهر سالفين من بعض فلوس ولا حاجة. بس ميتة أول خناقة. سخة. سخة. لما حد يجي ناحيتي اوعى حد يوصل مطره. مرجوك تفتكر يا ابو الصلح ان الرحله دي هتجيب نتيجه؟ بكره تبوس ايديا عشان نصحتك تسافر معايا. يعني هلاقي شغل في اوروبا؟ اسالني انا. لكن انت ما سافرتش. لا ما سافرتش، انما ابن عمي سافر. هو قال لي ان الساعة في اوروبا توصل لعشرين جنيه في الساعة. حلوة اوي. عشان نقدر نسدد ديوننا. ديون ايه؟ تمن تذاكر السفر اللي مستلفينه. تذاكر ايه يا شحات؟ احنا هنرجع محملين هدوم يعني؟ هنبقى اشيك اتنين في الجامعة بجد. ولو شدينا حيلنا جايز نقدر نرجع بالمرسيدس. لا دي جامدة قوي بقى بالصلح. ركك انت توقع واحدة من اياهم. اياهم يعني ايه؟ مليونيرة من بتوع اوروبا. مليونيرة بحبين انا؟ يا ابن المصريين سوقهم ماشي في اوروبا. سألنا انا. برضو ابن خالتك هو اللي قالك كده؟ لا جزم. انت مش هتلاحق طول ما انت ماشي في الشوارع. الدنيا هتمطر عليك مليونيرات. مليونيرات ولا جزم؟ وقعت من ساكتك وانت واقفه. يعني ما كنتش قصدها؟ ولا دي ما بتعرفش عربي الظاهر كده. يا نهار اسود حلوه قوي. بتجنن يا صلاح. تحفه انتيكه. عنك انت بالانجليزي. عنك انت. عنك انت بالانجليزي. ده عليها كل صباع واخوه تتمنى انهم يندبوا في عين الابعد. احنا هنا في مصر نحب نبوس كتير. هنا في الحته دي نبوس بالانجليزي وبالعربي. ممدوح الغدا هيجهز بعد نص ساعه يا سمو الاميره. طب روحوا يا بتتكلمي عربي؟ ايوه.
فوتك بعافية. يلا يا سيدي قبل ما نتهزم. يلا. استنى من فضلك. وفي الحقيقة يعني أنا آسف لو صدرت مني كلمة كده ولا كده. أصل يعني أنت بتعتذر علشان بتقول عليا حلوة. هو أنا وحشة؟ وحشة؟ قال وحشة إيه؟ هو ما كانش متوقع إنك بتتكلمي عربي. أنا متربية في مصر. أبدع ناس. وراجع الهند علشان بابا المهرجة تعبان قوي. ألف لا بأس علي يا سمو الأميرة. طب مش واجب برضه تجيبوا له دكتور يا سمو الأميرة؟ بابا المهرجة جاب دكاترة من جميع أنحاء العالم. لكن الظاهر انه تعبان قوي. بعتوني عشان اشرف على ثروته واملاكه. هو ما شاء الله عنده كتير. حوالي 100 مليار دولار. 100 مليار غرر. دول يزيدوا عن 100 جنيه بكتير. وحضرتك مسافر فين؟ انا مسافر اوروبا. انا بابا مليونير مصري. مليونير؟ مسفرني عشان اتفسح. الفلوس عنده كتير مش عارف اوديها فين. مستفه فلوس مستفه في الدواليب. تفتح اوضه النوم تلاقي فلوس، اوضه المسافرين تلاقي فلوس، تحت الكنب تلاقي فلوس، فوق الكراسي فلوس، في الحمام فلوس، البانيو مستفه فلوس في البانيو. نسيت التواليت. التواليت كله فلوس، السفون فلوس، العيال ولاد اختي بيعملوهم قراطيس. فرصه سعيده قوي. يا ريت تفضل تتغدى معانا انت وصاحبك. ده بصاحبي ده السكرتير بتاعي. هتيجوا؟ اه طبعا. انا في كابينة ثلاثة وانت؟ انا في الكابينة اللي جنبك على طول. ايه؟ تعال هنا فهمني ايه اللي انت عملته ده؟ كتم خالص مش وقته قدامي. انت ابوك مليونير. اه. وانا السكرتير بتاعك. اه. جاك اول افهمنا بني ادم. دي واحده ابوها مهرجه وهي اميره. عايزنا نقول لها ان احنا تلامذه في الجامعه مسافرين درجه ثالثه؟ وايه يعني؟ يعني هتناسبنا؟ مش يمكن. ده اكيد اتجننت. ليه؟ مش يمكن تحصل معجزه واتجوزها وساعتها بقى نسيب المهرجه؟ لكن اكيد هتعرف ان ابوك صراماتي وانكوا ساكنين في ضرب المقشات. مالها ضرب المقشات؟ ساعتها هتكون حبتني واللي بيحب ما يهمهوش اذا كان اللي بيحب ابن صراماتي او حتى ابن كل. اعقل يا ممدوح وبلاش جنان. ده انا بقى 60 مجنون لو سبت فرصه زي دي تطير من ايدي. يلا اتفضل قدامي. اتفضل. على فين؟ نغير هدومنا ونروح لها. هي مش عزمانة على الغدا؟ عزمك انت. تو مليونيرات زي بعض. ايش وصلنا انا يا كحيان؟ يا ابني تعالى باري نفسك بحتتين لحمه. الله الغني. بلاش. ما انت قصدك والشفاء. يا شيخ. ايه؟ برضه مش جاي؟ لا. بلاش. على العموم هحاول ابعت لك حاجه من بقيه الاكل. ميه وعلى الحمام. يا سلام يا سلام يا سلام على الميه وعلى الحمام. وطفوله جميله ايامها قليله بتفوت زي الاحلام. يا سلام يا ولاد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولاد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الميه وعلى الحمام. يا سلام يا سلام يا سلام على الميه وعلى الحمام. القلب النونو الفاضي بيكون متهني وراضي
يفتكر الماضي يلاقيها اجمل ايام وطفوله جميله ايامها قليله بتفوت زي الاحلام يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا سلام انا عايزة عشان مستقبلكم قبل ما اوصلكم حوصيكم الحب جميل زي جمالكم الحب ينور لياليكم وكل امل بعيد بالحب تحققوه والقلب حلو حديد بالحب ايوه انا جاي طبعا اجي مجيش ازاي حد تنادي عليها اموره زيك حلوه كده وما يجيش اما صحيح تلاقيش معذوره علشان لسه ما تعرفنيش عمري ما شفتك ولا في الصوره يبقى اصول ما تكلمنيش عايز ايه تلم طوعني ما معيش فكه ما تفكيش ده انت صحيح متعب وايه يعني متعب متعب بس اعيش حمام تاني واستطمن وش المية روح شوف لك حمام تاني واستطمن وش المية هم مين اللي ناداني ده انت اللي ناديتي عليا طب ده انا شايفك بوداني وكمان سمعك بعليا ما ندهتلكش لا 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 تكذبي انا معرفكش لا 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 تكذبي واحد ماليش علاقه بيه ازاي افكر بس فيه بيقولوا اللي ما تعرفيش احسن من اللي تعرفي انا خايفه بس تكون كذاب وانا قلبي خالي ولسه شباب صدقيني جربيني شوفي عيني تثبت لي بقلب انك مضمون تفضل وادي وعمرك ما تخون اعزميني اكليني لقمه طريق داعش ومل ما يتنسيش حبيني يلا وما تخافيش ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه هقول لك ايه هقول لك ايه اهو برضو احسن من ما فيش هقول لك ايه هقول لك ايه اهو برضو احسن من ما فيش هقول لك ايه هقول لك ايه اهو برضو احسن من ما فيش اتفضل يا ممدوح بيه اتفضل 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 شكرا اتفضل حضرتك نعم اهلا وسهلا Thank you.
بشوف حد بيشرب بالشوكة. أصلا يا فندم شوربة هوا ومع ذلك أشرب المعلقة. ممتازة جدا. انا مش امهم. عظيم. امال دول ايه؟ انا مدرسة ودول ولاد اخويا. اه كده. بابا ما سابليش حاجة، اشتغلت مدرسة بعد ما توفى على طول. الله يرحمه. ولاد اخويا كانوا عايشين مع جدتهم في مصر، وانا بوصلهم لباباهم ومامتهم في بيروت. كويس ان جدته ما بعتتهمش في البوسطة. ما كنتش هتعرف بصاحبة اجمل صوت سمعته في حياتي. صحيح صوتي جميل. يكنن. انت ثروه ما تتقدرش بثمن. انا صوتك؟ ياه، مش للدرجه دي. صدقيني انا افهم في الاصوات والمزيكا. عارفه انت لو سبتلي نفسك ممكن اعمل معاك اللي عمله بليغ حمدي مع عفاف. ها؟ راضي؟ راضي وابقى مطربه مشهوره. وانا على حلك. انا عندي مجموعه الحان تهبل، بس ما كنتش لاقي الصوت اللي يغنيها، والحمد لله اديني لقيته. اسمعي دي السيمفونيه الناقصه. علي بعزه. اسمعي. مش حاضر، اصل بطني اتنفخ. الله، هايل، برافو، متشكر قوي. قول لي بقى الكلام،
كلام ايه؟ كلام الغنوة اللي هغنيها. الكلام حقيقة هو في مخي بس مش فاكره دلوقتي. لكن اطمني على ما نوصل بيروت هكون افتكرته ضروري. ايه ده؟ انت جايب لي قهوة سادة؟ تحب نعملها لك بسكر؟ لا معلش، مرة تانية بقى. هتمشي؟ اصل انا متعود انام بعد الغدا، خصوصا لما تكون اكلة دسمة زي اللي اكلتها دي. هنشوفك بالليل؟ بس ما تعشاش. عندك مانع؟ ده انا يحصل لي مزيد الشرف يا فندم. اتفضل. لا والله العفو، مش ممكن. اتفضل انت الاول. متشكرين جدا اسمي والأمير. العفو ممدوح بيه. تفضلي. لا اتفضل انت الاول. فين انت؟ مش قلت انك نازل في الكابينة اللي جنبي؟ انا اصلا انا هتمشى شوية على ظهر المركب عشان احب اهضم شوية بعد الغدا. الله، انت مش قلت انك بتنام بعد الغدا؟ أنا قلت كده؟ فعلا فعلا. طب اتفضل. لا اتفضل أنت الأول. لا اتفضل أنت الأول. سلام. السلام. سلام. انا اعرف اللي بيركبوا الهوا حلاوتي كده النوشة، لكن دي اول مرة في حياتي اشوف واحد اكل الهوا. يعني كنت هعمل العزومة منين؟ احنا طالعين المركب على فيض الكريم. لكن ترى هيقول علينا ايه؟ هيقولون ده سلو بلدنا في الاكل. خبطي ليه؟ وعايزة تقابليه تاني ليه؟
ما تخافش عليا، سيبني اتكتك، ممدوح ده هينفعنا قوي في خطتنا. حلاوتي كده النوشة. المهرجة يا مينا. بنت المهرجة طحال أباد. هموت من الجوع. شرح. طب انت اكلت الهوا لكن انا مش لاقيه. تعال معايا هاكلك. تبقاش مجنون. الرئيس حسن لو شافنا هيودينا في داهيه. حسن مين يا ابني وبتاع مين؟ ده احنا اللي كتفنا الزبق ومسمرناه بحبال الريح. يعني هناكل زبق؟ لا هنكتفه. تعال تعال. يلا. مساء الخير يا فندم. اهلا. احنا متاسفين قوي على اللي حصل النهارده فندم. ما احنا بتوع الخناق، العيال الصيع. ايوه الجربيع. ايوه. اه علوم. معلش حصل خير. هو في الحقيقه احنا جايين نعتذر يعني. الحقيقه اقعد يا صلاح اقعد. البيه مش غريب. انت مكسوف ولا ايه؟ اقعد. انا قاعد. في الحقيقه هو فصل بايخ شويه، لكن اللي حصل ده غصب عننا يعني. طب تاكل ايه؟ بفتك. بفتك مش بطال، بس الملح زياده شويه، مش كده يا صلاح؟ خد ذوق كده. انت مش عايز تاكل ليه؟ مكسوف يا سيدي. المحاكم رايه تقول له اتفضل، والنبي قول له اتفضل. قول له بس اتفضل. الحقيقه بقى احنا لما عرفنا مين المرحوم اللي جاي معاك قلنا لازم نعتذر. يعني ايه؟ يعني ما كانش صح ابدا نعمل العمله البايخه دي يوم وفاه المرحوم. انتوا كنتوا تعرفوه؟ هل كنا نعرفه؟ عز المعرفه وحياتك. ما كناش بنفرقه ليل ولا نهار. ده كل اسراره كانت معانا. كل اسراره؟ عمره ما خبى عننا حاجه، حتى اسم امه. انا يا فندم اعرف المرحوم قبل ما يموت وبعد ما مات. كنا ميتين مع بعض في المدرسه كده. اهو. اهلا وسهلا. عن اذنكم. انا كنت هموت من الجوع يا ده. اديني اكلتك في مطعم الدرجه الاولى. الحمد لله ان الرئيس حسن ما شفناش. ولا شفنا. هو احنا يهمنا منه؟ ده بان عليه اهبل قوي يالا. اه وتلاقي مخه تخيل. شكله عامل زي الخنزير الدكر يا جدع. ده شبه الترماي. تلاقينا عامل بيه محترم ومراته في البيت تديله على قفاه. ده عليه حته قفا يا جدع. حته قفا. كده اهو. ايه بتغمزني ليه؟ الكلام ده مظبوط ولا لا؟ قدام انت وهو من غير شوشره. بقول انت وهو، انا ماليش دعوه. انت قبل منه. اوكي قدام. اوكي اتفضل امسك من هنا. امسك. هات هات هات. طب اخد حته لحمه. بلاش هزار قدام انت وهو. يا جدع اطلع قدام. ما تزفرش القميص. وناوي تعمل ايه؟
ازاي تسيبهم بعد ما عرفوا كل اسرارنا؟ يعني كنت اتصرف غلط واكشف نفسي قدام الركاب؟ لو الحكايه دي صحيح لازم نتصرف معاهم بسرعه. احنا لازم نلاقي حل. ما تخافوش، انا هعمل اللازم. يعني ما معكوش فلوس خالص؟ لا لا، معانا يا بيه. معاكوا ايه؟ الستر والحمد لله. يعني الستر اللا باريزا اللا شيلن تمشي، يعني تمشي. وهتعيشوا ازاي؟ وهتاكلوا منين؟ هنشتغل. صفنوا كافح، صفنوا كافح كفاح الابطال من اجل تحرير الانسان من عبودية اخيه الحيوان. طب الكفاح هو الا كفاح في الكفاح وفي ما تقول حاجة. اول ما نوصل بيروت هندبر اي شغلانة نلم منها تذاكر السفر لاوروبا. ها، وعلى ما توصلوا بيروت هتسببوا ايه؟ بركة فيك بقى يا ريس حسن، انت راجل حمار وكويس وبتفهم. يعني انا اول ما شفتك قلت انك طيب وهتخدمنا. اصل بان عليك راجل جدع جدع. يعني جدع ولا مرتي بتضربني على جفاي؟ جفاك فشر، صعبا علي جفاك. انت بتصدق كلام الواد ده؟ ده وقليل الادب. اهله كانوا عايزين يودوه الاصلاحيه، انت ازاي تقول جفاك يا واد؟ ان كنت منك له على عموم اللي ما ربهوش اهله يربيه الريس حسن. انا ياما ادبت قال عن منكم. طبعا. واحنا هنروح فين جاب المجرمين اللي انت تعرفه؟ اني اعرف مجرمين؟ مش حضرتك اللي قلت؟ مش هو اللي قال ابو الصلح؟ ايوه انت قلته، ما تبقاش عايل بقى. انا هشغلكم. ربنا يخليك. يوليك ما يولي عليك. اي والله يا قادر يا كريم، خد من قلبي وحد. لكن لو ما نفذتوش الاوامر وما سمعتوش الكلام هرجعكم مصر عايمين. احنا من ايدك دي لايدك دي. انا اعتبرنا عربيه كارو وحضرتك الحمار اللي استحقت. ها، اخرس يا جديد الحياه. انت بقى ورايا. تعال هنا. هتروح مني فين؟ الزحلومة في الحلوش والمحلولة عمنوش. والعمل يا صلاح؟ انا هنعمل ايه؟ هنفضل نغسل ونمسح في المركب لحد ما نوصل كده حلوين. نغسل ايه ونمسح ايه؟ انا ما بتكلمش عن كده. امال ايه؟ سمو الاميرة اللي عزماني الليلة دي. يا عيني على سمو الاميرة، لما تشوف ابن المليونير وهو بيمسح في المركب. بيمسح في المركب؟ وحتى ابوك بلاش هزار. اجيب منين بدله اروح اقابلها بيها؟ اقول لك، خد ايه يالا ده؟ خد بدله الريس حسن معفنه وكلها سمك. خد الشيخ اجرب ده بتتلهي كده. انت تسيبك من حكايه سمو الاميره دي وتحب لك واحده على قدك زيي. انت حبيت تقلع؟ حنان، اسمها حنان وكلها حنان. ايه ده؟ انا لسه هحكي لك بقى. يا سلام يا سلام. حسيت يا ممدوح اني اول ما شفتها حبيتها. عالي جو جو. مين ده يا اخويا ده اللي حبيته؟ تجنن لو انت. ها؟ ايه ده؟ مين دي اللي حبيت؟ انطق خلقتك يا ريس حسن. تجنن اول ما شفناها وقعنا في غرامها. ده انت عليك خلقه. انت مين اللي وسخك كده؟ لا 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 لا، مش معقول. معقول الكلام ده؟ لا 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 لا، استنى بقى. هات الفرشه. اللي بيحصل ده؟ لا لا لا، مش معقول. مش معقول كده. استنى بقى.
ميه عليك يا حديد ميه. ادي فرشة امسك امك كيلو فرشة كده. ادي فرشة ظلط له دماغك. الحقوني ادي فرشة الحقوني. سيبه بقى منك لله ولا حركت الشربه. سلام عليكم بقى. سلام عليكم بقى. انت ايه راسك؟ انا هضربك عليك. انا هضربك انا وراك انا قوي. نسيت الحاجات دي من زمان. ايه عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان. خف يا ابني للمركب هتغرق كده. الله دول بقوا اتنين. مساء الخير. علي النعمة انت مفتري يا وحش. عيب لما تقابل حد وانت لابس الكلام الفارغ ده. لا مؤاخذة. وراهم مستني ايه؟ ممدوح بيه؟ سمع والأميرة. بتعملوا ايه؟ لا ابدا ما فيش. بنجري. بتجروا من ايه؟ لا ابدا رياضة. اصل انا متعود اجري كل يوم نص ساعة وهي خلصت. لسه ما خلصتش اجري. اه فعلا لسه ما خلصتش ومش هتخلص بين عليه. ايه ده؟ سنجاب العريس وعرفنا بيجري ورانا ليه. لكن التاني اخينا بتاع المطعم. ايوه بيجري ورانا ليه؟ طبعا عايز تمن اللي اكلناه. يبقى يقابلني على رأي المسهل. عريان بيجري ورا بلبوز. اقعد يا راجل اقعد. ده انا حيلة قطع من الجري. مالك انت خايف منه؟ مفيش منه خطر. ده خلاص اتخرج وخطف فرغه. ما بيسألش بحد. مش انت ما بتسألش بحد يا عم؟ Thank you.
مين اللي ماسك ايدي؟ مين اللي ماسك ايدي؟ مين يمسك ايدي ليه؟ مين اللي ماسك ايدي؟ هو انا عملت حاجة؟ يمسك ايدي ليه؟ انا غلط ادي راجل يخور. والسلطان جوز بنته للشاطر حسن وعمل لهم فرح 40 ليلة وليلة. مش معنى 40 ليلة وليلة، ليه ما يكونش 40 بس؟ ولا 42؟ الله، الحدوته كده، هي كل اللي حواليك كده. كده ازاي بقى؟ يعني السلاطين لازم يجوزوا بناتهم لشاطر وكلهم اسمهم حسن. بس السلطان جوز بنت الواحد اسمه هشام، وهو يعني مفيش عروسه ما تعملهاش فرح 40 ليلة وليلة. ناموا بقى يا حلوين، احسن ما عاد نومكم فات. وحضرتك لابسه كده عشان هتنامي؟ هخرج اشم شويه هوا، ولا عندك مانع؟ تصبح على خير. وانتوا من اهله؟ مساء الخير. ما معكش كبريت يا والدي؟ يلا امشي امشي. وحضرتك اشكون محلول ده بدو؟ طيب خلاص خلاص، اعوذ بالله. يلا امشي امشي، يلا امشي. قول لي ولا تخبش يا تيس، ايش يقول الحس البيض؟ يلا امشي. عارف لو ما كنتوش عواجيز. طيب يلا يا ابن احمر. ده برضه مصمم تروح لها؟ اطمن، محدش هيعرفني. اديك شايف الرئيس حسن بنفسه بيقول لي يا والدي. والله انا خايف عليك. ما تخافش، المهم انت هتعمل ايه؟ ده مالك بقى، روح انت لحالك وسيبني انا في حالي. اشرح له. الله يعطيك العافية. شحبالة تحديدة بحش على حبالة. انت اسف لو كنت ازعجتك. بالعكس، ده انا كنت عايزة اشوفك. صحيح صحيح، كنت عايزة تشوفيني. وليه لا؟ كنت عايزه اطمن عليك. لا ما تخافيش، انا ياما غرقت قبل كده، كله بفضل دعاء الوالدين. شبهه بالظبط. قصدك مين؟ ممدوح بيه. طبعا مش ابوه. بس يا خسارة انه ما جاش. ما هو لما حس انه تعبان بعت لي عشان اعتزلك. ولا انا مش كفاية؟ ده انت الخير والبركة يا عم المليونير. مش واخد بالي. بص قدامك. تمام. الشوك في المركب. اسمع يا اخينا، انت هات لنا لحمه. لا 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 بلاش، هو انت سنانك تستحمل يا عمو؟ ما انا جايب معايا طقم احتياطي، وان كان عندك فراخ هات وشويه طبيخ وسلطه وعيش.
وبدلة. ايه ده كله اللي طلبته يا عمو؟ ما انا مليونير بقى واتدفع قبل ما اسيب المركب ورحمة امي ما انا سايبها. حلاوة عيون حلاوة. يلا بينا يا حلو. على فين؟ ننام. حابة بس نتفرج عليها يا صديق. لا انا مش قادرة، حاسباك انا وبقى حصلني. على كيفك يا روحي. ما تتأخرش. ودي تيجي برضو؟ اللي يشوفك بتعمل الحاجات دي يقول عليك ممدوح. ممدوح؟ انا ممدوح؟ حد يصدق انك بابا؟ ده انت تبان اصغر منه يا عمو. يعني عجبتك؟ جدا جدا يا عمو، كل ما بتشرب كل ما بتبقى شباب. ابقى استاهل بوسه. ميرسي قوي يا بنتي، قوي قوي قوي، ميرسي قوي. عمو عمو عيب. بص قدامك. لا 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 كفايه كده يا عمو. انا شباب، انت قلت كده والحساب قبل ما اسيب المركب. ابقى ابن كلب لو سبتها. انا سيبها ايه؟ ده انا هاكل اكل. يا نهار اسود، ده انا هعمل عمايل. حنان انا مش مصدق نفسي. ولا انا. ازاي ده حصل؟ مش عارفه. ازيها انت؟ ده هيبتدي. لو قلتلك انك اول حب في حياتي هتقولي ايه؟ هقولك وانا كمان. وان قلت بحبك قوي هقولك مش اكتر مني. وان قلتلك نتجوز هقولك يا ريت. هشتغل يا حنان. هساعدك. هنعيش في اوضه فوق السطوح. كفايه عليا اعيش في قلبك. يمكن نجوع. هبصلك اشبع. جايز نحس بالبرد؟ حضنك هيدفيني بس ما تصحينيش من الحلم اللي انا فيه. فوت بعد شهر يا عسل. حنان. حنان بس الشمس طلعت. ده وقته لنتك مطينة الطين. اما ممدوح الريس حسن اهو. فوحتنا الله يخرب بيتك. ايه كده؟ طيب لك انا مبسوطه قد ايه اني عرفتك يا عمو. لو على الاقواله انا مستعد اقول لك للصبح. اقعدي اقعدي يا شيخه. يا عمو انا مش قدك، انت تعبتني قوي 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 وعايزه انام. يا بنتي حد يسكر وينام؟ امال اللي يسكر يعمل ايه يا عمو؟ يشم الهوا فوق. تعال تعال. لا 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 انا خاف اقعد معاك لوحدي. ليه؟ اصلك حبوب قوي، امور قوي، تتاكل اكل يا عمو. انا اهو كليني بقى. بعدين ممدوح يزعل. ما ينفعش. الممدوح ما يخبط دماغه في الحيط. ممدوح ده ايه؟
ده حتة عيل كان لسه بيجري ورا عربية الرش. ممدوح ده ايه؟ ده كبير كلب. الله ده ما بشتمني. تعالي 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 جوه. عندك؟ عندي؟ لا عندك. انا ما بدخلش رجاله عندي. تصبح على خير بقى يا عمو. يعني ده اخر كلام؟ انت كمان لازم تنام لحسن تتعب. وانا لسه هتعب. سلم لي على ممدوح واشكره لي قوي 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 انه خلاني عرفتك. عمو انت بتاخد حبوب؟ عيب يا عمو عيب. خش نام خش نام. اشوفك بكره لكن وانا نايم هشوفك في الحلم. وانا هشوفك في نفس الحلم. صباح على خير يا بنات العزيزه. باي باي يا عمو. عيب 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 عيب. يلا خش خش نام. يا حبيبتي؟ لا ابدا. ولا انا؟ نعم. الظاهر سيادتك نسيت قبل ما تمشي يا فندم تمضي على الفاتوره. فاتوره ايه؟ انا دفعت الحساب. مش دي كابين اربعه يا فندم؟ ايوه. يبقى مظبوط. دي فاتوره البار. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بريه اللي بتتكلم عنه ده. يا فندم دي فاتوره الشمبانيا والعشاء اللي طلبهم البيه هو والست اللي كانت معاه. شمبانيا وعشاء وواحده زيت. حضرتك بتسربني وتستغفرني وتروح تتصارع مع ستات المركب؟ اسمعيني بس هفهمك. روح انت اجري وابعت المتر بتاعك. انا هموتك هشرب من دمك. طلعني طلعني حالا يا غشاش يا خايف. طلعني بقولك طلعني. هو احنا لحقنا؟ حد يا بني ادم يسيب عروسته ويعمل كده؟ اوعى اوعى يا شيخ. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ايه النيله دي؟ ده كلام؟ وكمان مخبيها لي راجل تحت السرير. ابدا. اشربي يا ننوسه. ميرسي يا بابا. دي عامله تعمليها؟ مش وقت يا زناتي. خمره بتخلي اللسان يفلت. مين عارف قالت ايه اللي كانت سهرانه معاه؟ ما تخافش انا حسبت قوي على كلامي. الخطه دي لو راحت من ايدي بسببك هنسى انك بنتي خالص. انا اديت لطوب الارض علشان اخدت مصاريف الرحله دي. دول نص مليون جنيه. اطمن هتوصل لهم لو موجودين مطرح ما بيقول بابا. موجودين في التابوت وانيس بيه نايم فوقهم. سمعت وبشرح لجوهر الخطه. كنت داخل اقدم لهم القهوه ودني لقطت الكلام على الباب. عرفت انه ناوي يهرب ثروتهم البلد. قلت الله طب انا اولى بيها. ده انا بشتغل عنده بقالي 15 سنه. بس يا خوفي لا جوهر ولا حد من رجالته يشوفها. انا بالشكل ده محدش ممكن يعرفني ابدا. ثم ان جوهر ما شافنيش غير ثانيه واحده وانا بقدم له القهوه. وانيس بيه؟ انيس بيه؟ انيس بيه اللي هطلعه على وش المركب. تلاقيه نايم وبيشخر فوق ثروته.
ايه اللي خلاكوا تكذبوا وتقولوا انكوا تعرفوا المرحوم؟ هو المرحوم زعل. انتوا كذبتوا ليه؟ عيالة بيه، ده احنا اهلنا غلبوا معانا من قلة حيان، مش اهلنا غلبوا معانا يا ابو صلاح؟ يا عم تلاقي احنا لينا اهل متراخر. شيخة نايل، قصدك ما تعرفش ابوك؟ اخرس، انا ابوه عنده 100 مليون وهو رهول. تخرس، حظك من السما اني متكتف كده؟ فكوه. انا ماليش دعوة، انت اللي جبت الكلام لروحك. اديني فكيتك اهو، ورينا هتعمل ايه. تصدقت يا جدع، ده انا كلامانج ولا بهش ولا بنش. اربط يا جدع، خلي الراجل يشوف شغله. يلا ناويين تقول الحقيقه ولا لا؟ شوف يا بيه اخرس انت، كفايه وديتنا في ده، يعني كان لازم تغدينا معاه. شوف يا بيه، انا مستعد احلفك على الميه تبقى تلك. ازاي يا يالا؟ معرفش، اخرس. احنا لا نعرف حاجه عن المرحوم ولا شفنا اي حاجه عن المرحوم. يعني ما تعرفوش ايه اللي موجود في التابوت؟ هتكون جواه ايه يعني؟ المرحوم طبعا، ولا فكرك يعني في نص مليون جنيه. ايه يا جدعان؟ انا قلت حاجه غلط؟ وبتقول ما تعرفش حاجه؟ وشرفك انا طول الله برسيم. امال مين اللي قاعد على النص مليون جنيه اللي في التابوت؟ خدوا بالكم منهم لحد ما اسال هنعمل ايه معاهم. عاجبك كده؟ يعني كان لازم تتسحب من لسانك؟ انت مالك انت لو تبوت فيه نص مليون ولا مليون بحاله؟ بخرف ولا شرفني بقى اني هطلع واد بورك. اي اوامر تانيه؟ يعني هنفذ اللي اتفقنا عليه بالنسبه للعيال دول، وهو كذلك. تصبح على خير. في حاجة يا منشير؟ حاضر. تفضل. تصبح على خير. مساء الخير. اهلا. سعادتك ما لقيتهمش؟ مين دول؟ الولدين الصيح اياهم. ممدوح وصلاح؟ لا ما لقيتهمش. ارجوك لو عرفت هما فين تديني خبر. اخي يا ناري لو طبوا في يدي وشرف سعادتك لرجعهم مصر عايمين. هتسيبونا؟ مش قلت لك يا جدع انهم عيال؟ يا جدع اسكت. انا متشكر قوي اخ، انا شخصيا هعتبر اللي حصل ده مجرد هزار. ان شاء الله معرفه خير باذن الله. يلا بينا يا صلح. يلا يا سيدي. سيادتك عايز ايدي في حاجه؟ يلا. ايه يا شباب، انتوا رجعتوا في كلامكم ولا ايه؟ هو معقول نسيبكم؟ احنا لازم نوصلكم. اوكي، اندونا تاكسي يا جماعه. خف قوي الراجل ده، عسل شربات من الكهرباء ورحمه امي التوصيه مسعود. اخرس يا كلب، اخرس يا كلب. الشيخ سعد بيه عايز يتكلم؟ اتكلم يا بيه. انتوا فاكرين هنوصلكم لحد فين؟ لحد سريرنا طبعا، لحد البحر. نعم، بس انا مش عايز استحم. انتوا مش هتستحموا، انتوا هتقعدوا تحت في القرار ويا الاموات.
فين؟ ده حلوة قوي قوي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. مين؟ الرئيس حسن. سعادتك عطرت عليهم. بالصدفة. مش بالصدفة يا رجالة؟ بالصدفة. طب بعد اذن جنابك سلمهم لي بقى. احنا تحت امر اللي خلفوه. احلى من ايدك دي لايدك دي ولادي. خلاص بقى يا رئيس حسن سامحهم. سامحنا ده يا جدع؟ بقى نعمل فيه العمال دي كلها ويسامحنا؟ ده حتى يبقى راجل هوزه. شاهد. وانا كمان شاهد. الواد قليل ادب وانا بقى اكتر منه. وانت لا مؤاخذه وانت لو عندك دم تاخدنا تحطنا في السجن. اقفش. ايوه. وتقفل علينا بالمفتاح وتشيل المفتاح في جيبك عشان خاطري بقى يا ريس حسن. سماح المره دي خلاص هعتبرها اخر مره. ايه؟ لا مش اخر مره. وعلي النعمه كل ما هشوفك كل ما هزقك يا حمار. معلش مكرومين عشان سعاده البيه. بيه مين يا فشلة؟ يا ابو زمار انت. طب انا هقول لكل اللي في المركب انك ساقط اعداديه صح؟ معلش مكرومين عشان سعاده البيه. ده ما عندوش دم بقى. يعني مش هتحبسنا؟ لا هعتبر انكم عجلتم. عقلنا. لا احنا عقلنا. وراهم. اوعى تروح. امسك امسك. يا ساتر يا رب. ايه ماما ما تخافوش يا اولاد خليكوا زي ما انتوا. ايه ده مين؟ افتح بسرعه يا حنان. انا صلاح. ايه في ايه يا صلاح؟ وانت مين؟ انا مين؟ ما تقول لها انا مين. ده ده ممدوح. ممدوح. ممدوح مين؟ ممدوح. انا عارف ممدوح مين بقى. هو بيقلع هدومه ليه؟ اصله اصل انا احب اغير كتير من واحد صاحبه. ما تفهموني ايه الحكايه؟ اصل في عصابه في المركب بتطاردنا وعايزه تقتلنا. انتوا بتعملوا ايه؟ طيب طيب يا ست هانم احنا بنسوي. حد يخبط على الناس بساعه زي دي؟ انا هشتكيك لقبطان المركب. قبطان المركب؟ بتقول قبطان المركب؟ خالص اعتذار يا فندم. احنا بندور على اتنين خطرين. خطرين؟ هنا عندي في الكابينة؟ شفناهم جايين الناحية دي. قلنا ندور عليهم قبل ما يأذوا حد من الركاب. بس انا ما حسيتش ان حد دخل عندي هنا. بس الاحتياط واجب يا فندم. اسمح لنا نفتش الكابينة. تفضلوا. أرجوك سيب الولاد. أنا ما صدقت أنيمهم. ما تخافيش يا فندم. ده أنا بحب الأطفال جدا وبكون سعيد قوي لما أشوفهم نايمين. يا سلام. زي الملايكة بالظبط. خالص اعتذار يا فندم. ست هانم لو كنا ازعجناك. احنا كل اللي بنعمله ده لمصلحة الركاب. وارجوك تنسي حكاية القبطان دي. حصل خير. خالص اعتذار يا فندم. مش قادر اقول. خد بايدي يا خالد. انا نسيت حاجه. طب خد ايدي يا خالد. هات رجلك. طب هات رجلك. قادر اقول. هات رجلك. طب انت كده هات معاك. انت عايز ده.
هتدور في الناحية دي واحنا ندور في الناحية التانية، واللي يلاقيهم منينا يقابل التاني على ظهر المركب. اتفقنا. لازم نلاقيهم قبل منه. الأوامر ان احنا نقتلهم قبل ما يكشفوا السر ويودونا في داهية. دبرني يا ممدوح. تدبر لي الله يا ابو الصلح. انا رايي نروح نقابل القبطان ونقول له على الموضوع. نقابل ازاي؟ هو معقول هنفلت من ايدين الرئيس حسن؟ حتى لو فلتنا من ايدين الرئيس حسن مش هنعدي من ايدين القتالين القتلة التانيين. يا ممدوح انا مش خايف من العصابه، انا خايف من اللي هيعملوه فينا. نعم اسود دول هيعملونا كفته. ما بحبهاش ما بحبهاش. بص يا عز، انا عايز الهبل قوي 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 يا هشام. يا ولاد عيب الكلام ده، اصلهم مصعبين الحكايه قوي. ما تحلها انت اخويا. مش قادرين نروح لقبطان المركب وهو جاي. ازاي؟ ازاي؟ التليفون. الو. ايوه انا قبطان المركب. افندم بتقول ايه؟ في عصابه خطيره على المركب مهربه نص مليون جنيه. ايوه وعايزين يقتلونا. ايوه يا تلحقونا يا اما هيشمبرونا. ايوه هيهنكرونا هم، واحنا يا سعاده البيل قبطان مالناش صدر حنين غيرك، لانك كما قال الشاعر علو في الحياه وفي الممات ترملم ترملم ترملماتي. ايوه اصل انا ثانويه عامه قسم ادبي وجايب 22% هخش المطاف. انتوا بتتكلموا منين؟ كابينه 9؟ طب انا جايه حالا. أنا أنت إيه؟ سوء تصرفك خلاني أخرج من التابوت علشان أخلص عليهم بنفسي. عارف ده معناه إيه؟ معناه إن ممكن أنكشف. لازم تخلص عليهم بسرعة. اطمن. ما دام عرفت هما فين يبقى مش ناقص غير رقبتهم. خد بالي نفسك يا أبو الصلح. بالذمة ليك نفس تاكل إزاي؟ مش يمكن نخش مع الحرامية دول في خناقة؟ نتأولهم شوية. يا جماعة يا جماعة افهموني بس، القبطان بنفسه جاي لكم هنا واكيد هيقبض على العصابة. وين ما قبضش عليهم احنا معاكم. وعلى رأي المثل يودع سرك اعيال خلق. طمن يا ممدوح معانا شوية عيال جدعان. سلمينا بكره العمليه لازم تنتهي الليله. المهم اعثر على ممدوح او ابو ممدوح. انت متاكده منهم؟ الاتنين بيحبوني. اختشي يا بنت، ده شغل يا بابا. ما هو ده اللي مسكتني. المهم هتعمل ايه انت وزناتي؟ هتجيبوا الفلوس من التابوت. انا هبعد ممدوح وابوه عن الكابينه. تاخدوا الفلوس وتخشوا على الكابينه تخبوها في شنطهم. لما توصل المركب هناخد منهم الشنط وبس خلاص. طب وما عرفناش ناخدها منهم. امال انا جايب ده ليه؟ لا احنا ما اتفقناش على كده. انت عايز تودي نفسك في داهيه يا بابا؟ خايف عليا ولا خايف عليه؟ وماله، ممدوح شاب لطيف وغني قوي قوي قوي. وانت كحات وبنت كحات. قوي قوي قوي، بس الحب ما يفرقش بين بنت الباشا وبنت السبرساجي. ده كلام افلام. واذا كان هو مليونير فانت هتاخد الفلوس وهتبقى نص مليونير. حاجه غريبه، انا مش قادر اصدق. تاكد سيادتك ان صلاح مش كذاب. بصدقاني يا حنان،
مصدقاك يا صلاح. من قلبك يا حنان. من قلبي يا صلاح. خرب بيتك يا صلاح. خليني واقف انا كده بقى. ما انا كومبارس هفضل واقف انا. يا سيدي ما تسيبك من قلبك وفي الشتا وخلينا في المصيبة اللي احنا فيها. انتوا متأكدين ان التابوت ده في واحد مستخبي؟ يا سعادة البيل قبطان احنا شفنا ايده وهي خارجة من التابوت. وكان فيها خاتم شكله غريب جدا. ده لازم مجرم خطير. انا هقبض عليه حالا. بس يا فندم مجرم بالخطورة دي لازم يكون معاه سلاح. انا كمان مسلح. كلنا مسلحين بالايمان ورب ضارت النافعة. سلاح يا ريت كلنا نلعب صلح. اتفضلوا. على فين يا فندم؟ نفتش الكباين عشان نشوف اللي خطفوه. مش قلتلكوا الكابتن هيساعدكم. هوب. احنا متشكرين قوي يا كابتن. احنا يا فندم عاجزين على الشوك الحقيقة. المرحومة اهو. ايه ده؟ قلل يا فندم. محدش اتحرك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. محدش اتحرك مطلقا. اهلا وسهلا. محدش اتحرك. محدش اتحرك خالص. محدش اتحرك خالص. محدش اتحرك. اجرب اجرب. والشاطر حسن اتجوز ست الحسن والجمال بعد ما فطسوه. قفشتكم تعالوا وجحتوا ومحدش سمع عليكم. يا اخي الدراع بيوجعني من الحته دي مش عارف. سلامتك. اي يا بطي يا ابو يا ابو يا فجري. البلد بس قطار والوش مش وش قطار. تبقى مش قطار يا سياده القطار. يا ربي. هم راحوا فين؟ محدش منكم اتنين من هنا. جوه تعال معايا ندور في الحته التانيه. اوعى حد يتنقل. نص مليون جنيه. لف مرارة وانت مالكش دعوة. انا هلكت وانا توفيت. احنا لازم نتصل بحد من المسؤولين في المركب ونحكي له على الموضوع. نتصل ازاي يا جدع انت واحنا هنقدر نتحرك طول ما العالم دي ورانا؟ طب والعمل؟ مش عارف. قال يعني ناقصين نخلص من الرئيس حسن يطلع لنا جوهر ورجالته، نخلص من الاثنين يطلع لنا مرحوم. المرحوم هو مش المرحوم طلع لنا بره؟ ايوه. امال ده ايه؟ مرحوم جديد؟ الحكايه يا جدعان هي المركب دي ملهاش كبير ولا ايه؟ قلبوا المركب فتشوها حته حته. لازم تعرفوا مين اللي عمل كده. ولا يا دوح ولا يا ممدوح ولا يا لهوي. خليكم انتوا هنا انا هفتش كل الكباين بنفسي شخصيا. قفشتك لا مؤاخذة مسمسين بدماغي انت على الترصيد. مين تامر؟ اكيد مصيبة من مصايبك. طب بس لما نوصل احلق شنبي. ان مرمت عليك يمين الطلاق اول ما احط رجلي في المينا. يا حبيبتي هشوفك. اخرس. روح شوف مين. مين؟ ايوه نعم
احنا بنفتش المركب بناء على اوامر القبطان. ليه؟ فيه ايه؟ لما اقبض على العصابة اقول لك. انت بتدور على عصابة؟ ايوه. ابعد عن هنا. اسمع. سموه الامير. سموه زفت. ايه اللي جابك هنا؟ وجه صوتك ارجوك وما تسالنيش وما تحرجنيش وما تكلمنيش. قصة حب قديمة. طب ومراتك؟ هتعمل لي فضيحة لو شافتني. بتعمل ايه يا هند؟ بتكلم في التليفون. واكد لك يا ست هانم ان مفيش واحدة ست تحت السرير. اهو ده اللي كان ناقص. مش بعيد يعملها ويجيب واحدة من الستات القراضيش بتوعه يخبيها تحت السرير اللي بنام عليه. خيالية او مراتي. وانت بجح قوي. تصبحوا على خير. الا حكاية اجيب واحدة واخبيها تحت السرير دي. هو معقول ابص لغيرك يا حياتي؟ ابعد عني يا خاين يا غشاش. احلفلك بالغربة اللي احنا فيها دي. انا بحبك من ضفر رجلك لمنبت الشعر في قفاكي. انا قلت بس 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 شيلة ادب انت هو يا عالم. خلي عندكم دم. رعب جيراني اللي تحتيكم شوية شوية دم اللي تحتيكم. الله يقرف لموكم انتوا باتنين خطف. قلة الادب دي. قلة الادب دي يا حلاوة. اديك عملتها يا خاين يا غشاش يا ابو عين دايغة. طب والله لو اوريك. طب خد ابعد عني. تتصور يا بابا اللي اسمه ممدوح مش نازل في الكابينه اللي جنبينا. طلع نصاب. الحل من بعض اسماء الاميره. اوعى تتحرك. هو كل شويه حد يطلع لنا بمسدس المركب دي؟ انا بقول يعني ما دام طلعنا نصابين زي بعض مفيش داعي للمسدس ده. اه الطيب احسن. انتوا عارفين كل حاجه عننا ولازم نخلص عليهم. نخلص عليهم؟ انتوا عايزين تودونا في داهيه؟ ايوه عقلوا واسمعوا الكلام كده. هتروحوا في 60 داهيه. ثم انا عندي فكرة كويسة بالنسبة للأستاذ ممدوح. انا موافق. مش لما تعرفها في الاول مدام بتقول فكرة يبقى هنتكلم مع بعض. يعني مفيش ضرب نار يبقى لازم نوافق. العصابة هيقتلونا. ما تخافش يا واد من ناكلوه. وراكم رجالة. مرحب عارف. عدم مؤاخذات تفتيشات في مجرمين في سفينات لازم نقبض عليهم ونحطهم في كلبشات. اه اكرام بوم بوم بالظبط بوم بوم. تفضل. هارونا هارونا. احنا ما تقابلناش قبل كده. نحن لا نتكلم العربية. عزيز سنقام سراش الفيل صديقي. صحيح. هيفهموني ازاي اذا كان ما بيتكلموش عربي. هارونا فعصب بلمونة. هارونا هارونا. ايه الدوشة دي؟ في حاجة؟ لا مؤاخذة يا سمو الاميرة. حضرتك عارفة ان احنا بندور على اي حد يكون مستخبي ورا الستارة جوه الدولاب تحت السرير. تسمحي لنا بقى بالتفتيش؟ سمحنا لك بالتفتيش. مفيش حد يا سمو الأميرة. متأسفين على الإزعاج. يعني ما بتتكلموش عربي؟ ولا كلمة وشرف. ما انت عارف احنا لو نتكلم نقول لك على طول. الحمد لله. انكتم انت وهو لا يسمعونا. هارونا هارونا. يا سلام. كنت هدب وافتكرهم العيلين اياهم. انا عندي فكرة. وانا كمان. وانا برضو. حد فيكم يتكلم وخلاص. قولي يا امينة. متهيألي الاستاذ ممدوح يتفضل الاول. يزيد فضلك يا اميرة. مش اميرة يعني اميرة. لا ما خلاص بقى طلعت بومبة. انا قصدي يا طيبة.
احنا هنا. ميرسي. انا بقول كده من قلبي. صحيح؟ مش مصدقاني؟ اسألي قلبي. يا ابني هو ده وقته؟ الله، اشمعنى انتوا الحنان بتاعتك يا اخي؟ على الاقل ابوها واخوها ما كانوش واقفين. انا هفرقع. مش وقت يا زناتي، ما تتكلموا. انا بقول نقابل قبطان المركب الحقيقي مش البراني، ونقول له على الموضوع ونسلمه الفلوس وناخد المكافأة. المكافأة؟ ايوه، العشرة في المية. والله فكرة عجيبة اوي. هو ده اللي كنت عايزة تقوليه من الصبح؟ لا طبعا، انا كنت عايزة اقول. ما تقوليش حاجة قبل ما تسمعي فكرتي. اتكلم يا زناتي، الاتنين دول لازم نخلص عليهم حالا. ايه علي يا زناتي؟ انا بقول نروح دلوقتي ناخد الفلوس قبل ما الجماعة التانيين يوصلوا لها، ونخبيها مع الاستاذ ممدوح وصاحبه. واشمعنى احنا يعني؟ اصل شكلكم سناكيح ومحدش هيفكر انكم شايلين ثروه زي دي. وازاي استعمل ناس ما اعرفهمش على ثروه زي دي؟ ما تخافش يا بابا، على مسؤوليتي. انا لا يمكن اشترك في عمليه زي دي ابدا. يا جدع ما تبقاش فقري. دول نص مليون جنيه. يعني كام؟ يعني ربع مليون هورر. على الاقل كل واحد فينا هيطلع بحق دخان. اسمع كلامي وانت تكسب. احنا موافقين، ولما نوصل البر يبقى لينا كلام تاني. كام؟ ربع مليون هورر. يلا بينا. يلا اتفضل. ونحكي له كل حاجة تاني ويطلع لنا برضو في صباعه خاتم. انا بقول نقابل الرئيس حسن وهيبقى اضمن. ده احنا ما صدقنا نفيدنا بجلدنا. ده لو مسكنا هيعلقنا من رجلينا على صاري المركب وبعدين يسمعنا. طب هنتصرف ازاي؟ مش عارف مش عارف مش عارف. ادي اشارة بسرعة، المركب بتغرق. حاضر يا فندم. على جميع افراد التواجد على القولون للانقاذ. المركب بتغرق! المركب بتغرق! المركب بتغرق! المركب بتغرق! والعمل يعملوا تحقيق لحد ما يشوفوا مين اللي شغل جرس الانذار، وهيعرفوا منين ان احنا اللي عملنا كده. انت مش احنا. احنا مش اصحاب ابو الصلح. للاسف. طب هنعمل ايه؟ نختفي نهائيا لحد ما نوصل البر، وننسحب من غير ما حد يشوفنا. طب وامين وحنان والمهربات اللي في التابوت؟ اسمع، انا جاتلي فكره. ايه؟ انزل. كله تمام يا فندم، المركب ما فيهاش حاجه. بلغوا الركاب ان احنا كنا بنعمل مناوره غرق. قولي ما يا فندم. وشوف لمين اللي ضرب جرس الانذار. هم ما فيش غيرهم ولاد الابلسه، ولابد هيجيبوا لو فتحوا بطن سمكه واستخبوا فيها. ها ايه اللي بتقوله ده؟ مجنون. صلاح بيتكلم مظبوط يا ممدوح. ده الحل الوحيد. حنان تقابل قبطان المركب الحقيقي وتشرح له موقفنا، واكيد بعد ما يقبض على العصابه هيسامحكوا على اللي عملتوه. طب وامينه؟ لو بيحبك مش هيمال فلوس. انا بقى الفلوس تهمني.
دول نص مليون جنيه. عارفين نص مليون جنيه يعني ايه؟ يعني عز، هدوم، عربيات، فخفخ. لكن دي فلوس حرام. والله لما هروح اشتري عربية مش هيسألوني جبت تمنها منين. ممدوح تجننت؟ عايز تبقى حرامي؟ فين مبادئنا الحلوة؟ يا عم بلا مبادئ بلا نيلة، انت هتعمل لي فيها سيمة؟ انا هتصرف بالطريقة اللي تعجبني. تعال هنا. انت رايح فين؟ ابقى 60 مجنون لو سبت ثروة زيادة تطير من ايدي، عن اذنكم. ممدوح. انا رايح اقابل القبطان. لا حنان بلاش. ليه؟ مهما حصل بيني وبين ممدوح ما يخلصنيش انه يتقبض عليه ويتبهدل. يعني نسيبه يعمل اللي في دماغه؟ اكيد في طريقه نقدر نرجعه بيها لعقله. بعد ساعة لدخول المينا. ستاند باي انجن بعد ساعة لدخول المينا. لقيتهم اللي ضربوه واللي ضربوني واللي ضربوا جرس الانذار كمان. اقبض عليهم وحطهم في الحبس حالا. تمام يا فندم. الفلوس دي فلوسي ولا حدش هيقدر ياخدها مني. الفلوس دي انا اللي هاخدها. واللي هيقدم منكم خطوة هطير له صف سنانه. اللي هيمد ايده على التابوت ده هضيع عمره. يا جماعة مش كده. صلوا على النادي. هتخسروا بعض على مبلغ هايف زي ده. دول نص مليون جنيه يعني ربع مليون هورر. اسمعوا، احنا نعمل جمعيه وكل واحد فيكم يقبض شهر وانا اقبض الاول واديكوا بومبا. اسكت. اوكي. بعد لما تفتحش ابدا. اوكي. بس انت هدي نفسك لو طقيلك عرق. اذا كنت فاكر ان المسدس ده هيحميك انا معايا رجاله تحميني. الله اكبر. او كده احنا هندفع لهم اكتر. برافو برافو عليك. انت بتبص له كده ليه يا بنت؟ انت بتغير عليا يا دوحه بصراحه بقى. يا حبيبي اخلص خالص. انت بتزعق كده ليه؟ بحبها وعايز اتجوزها. وافق يا منى؟ اسال بابا. يا عم المهرجه طحال ابات. انا طالب ايد بنتك. انا شخصيا ما عنديش مانع. ايه رايك يا زناتي؟ انا راجل سبور ومدام البنت عايزاه يبقى مبروك. الف شكر الف شكر يا عم المهرجه. ربنا مهرجك يا شيخ. طبعا سيادتك يا فندم هتحضر الفرح. مفيش فرح. زي بقى نعمله سكيته كده عالدايق. ولا عالدايق. خلاص نعمله في ميت بعد ما موتكم. اوكي بعد ما موتنا نتجوز. هيروحوا مننا فين؟ نبقى نتجوز في تربه مفروشه. التربه المفروشه على قفل من بس مليون. بلاش تربه مفروشه ولا كل. طلع له مطوه في ظهره. سخنت قوي. ده مش هيحضر الفرح. يبقى انت بقى اللي تحضر الفرح. انا عجبني كلام المادموزيل لما قالت انها هتدفع لنا اكتر منه. انا هدفع لك ربع المبلغ. انا هاخد المبلغ كله لاننا هنخلص عليكم كلكم. يعني ما
حماتي بيضربوه. حماتك؟ اه، ما انا خطبتها من ابوها ووافق. الف مبروك. لا مش معايا انا الحركات دي بقى. يلا يا اخوي يلا. تعالي تعالي يلا حماية تعالي بطن. تعالي انت كمان يلا. ان هم دول اللي وصلوها للعصابه. انت بقى تحضر الفرح. Oh,